السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة هدير أحمد السيد، معيدة بقسم الفارماكولوجي. إن شاء الله بأمر الله النهاردة هناخد أنتي هايبرتنسيف دراجز أبلايد كيسز. إحنا عارفين إن إحنا المفروض إن إحنا المفروض ذاكرنا المفروض إن إحنا عشان ناخد البري لاب لازم نكون نذاكر المحاضرة الأول. طيب، عرفنا إن الهايبرتنشن التريتمنت بتاعته ليس دراجز فقط، ولكن في الاول مفروض ان انا عندي نون فارماكولوجيكال تريتمنت، هي عباره عن لايف ستايل موديفيكيشن. اللايف ستايل موديفيكيشن مفروض ان انا عين الضغط ده خلاص اتشخص ان هو عنده هايبرتنشن، استلوا الضغط 3 قياسات في 3 ايام 3 ايام ورا بعض، واتشخص ان العيان ده هايبرتنشن. المفروض ان انا قبل ما اعالج العيان ده لازم ابقى حاطه العيان في تصنيف، هل هو مايلد هايبرتنشن، مودريت، سيفير، على حسب القياس اللي انا بقيسه له. وطبعا لازم ابقى عارف ان العيان ده هل هو عنده هايبرتنشن برايمري ولا سكندري، برايمري ملهوش سبب ولا سكندري نتيجه ان هو عنده مشكله تانية، مشكله مثلا في الاندوكراين، مشكله في الكلى، مشكله ان هو مثلا بياخد ادويه مثلا زي كورتيكوستيرويد بترفع الضغط، اي حاجه. لو هو العيان ده سكندري هايبرتنشن انا عارف ان انا هعالج الكوز الاول. تمام، يبقى دي اول حاجه انا بحط كاتيجوري للعيان كده عشان في الاول ابقى عارف انا بتعامل مع العيان ده يعني بالظبط العيان ده عنده ايه بالظبط. تمام، طيب اول حاجه هنبتدي بايه؟ بالنون فارماكولوجيكال تريتمنت اللي هي عباره عن لايف ستايل موديفيكيشن. انا هقول للعيان ده لازم اول حاجه تعمل سولت ريستريكشن، لازم تقلل، بلاش الملح، نقلل الملح في الاكل. تمام، طيب هيقول لي انا في بدائل تانية عن الملح ان هو مثلا يستبدله بليمون. طيب تاني حاجه بقول للعيان مفروض ستوب سموكينج. تالت حاجه افويد الستريس، ابعد عن اي ضغط هيرفع لك الضغط بتاعك. رابع حاجه ويت ريدكشن. خامس حاجه العيان مفروض يعمل ريجولار اكسرسايز. سادس حاجه في مفروض اللي هو يعمل كنترول للريسك فاكتور، لو واحد عنده سكر دايابيتس مفروض ان هو يعمل يظبط يعمل كنترول للدايابيتس بتاعه. مفروض واحد عنده هايبر ليبيديميا الكوليسترول ليفل عالي بتاعه عنده عالي ياخد دراجز تنزله الكوليسترول ليفل. اخر حاجه مفروض الدراج انتر اكشن، لازم اقول للعيان لو انت بتاخد حاجات نيزل دي كونجستنت، الحاجات اللي هي سمباسو مايميتكس نيزل كونجستنت، الحاجات اللي هي سمباسو مايميتكس اللي بترفع الضغط، افويدنج الدراجز دي. تمام، وباقي الادويه. طيب يبقى انا اول حاجه العلاج الضغط بتاعي ليس فارماكولوجيكال تريتمنت بس، لا في نون فارماكولوجيكال تريتمنت لايف ستايل موديفيكيشن. تاني حاجه دراجز بقى، الدراجز بتاعتي احنا عارفين ان انا عندي دراجز الهايبرتنشن كتير جدا، يعني احنا قسمناها كده كفيرست لاين A B C D عشان نحفظها للطلبة. ال A C inhibitors، ال B البيتا بلوكر، ال C كالسيوم شانل بلوكر، ال D الدايوريتكس. تمام، طيب السكند لاين قلنا في الفا 1 بلوكر زي البرازوسين، في الفا اند بيتا بلوكر زي اللابيتالول، في الفا ميثايل دوبا، في كذا ادويه. تمام، في ادويه كتير. تمام، طيب هنبدا بقى في الابلايد كيسز بتاعتنا. A 32-year-old woman with hypertension wishes to become pregnant. Her physician informs her that she will have to shift to another antihypertensive drug. Which of the following drug is indicated? دي عيانة 32 سنة متشخصة انها عندها hypertension، عندها الضغط وبتاخد دواء للضغط. تمام، هي عايزة تكون حامل. دكتور طبعا دكتور النساء في الحالة دي بيعمل شيفتنج للعيانة من دواء لدواء. ليه؟ عشان لازم اشوف الدواء بتاعي لازم يكون سيف في البريجنانسي، ما يعديش البلاسينتال بارير ويعملي كونجينيتال انومنس اللي هي عيوب خلقية للبيبي. تمام، طيب عايزين نبص على الانسر. انسر ايه؟ الاتينولول، لو نفتكر ده كان اخدناه في الاوتونوميك، ده سيلكتيف بيتا 1 بلوكر، بيقفل البيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في الهارت، واحنا لو فاكرين البيتا 1 دي كانت موجوده في الهارت لما كنا بنزودها كانت ليها بوزيتيف انوتروبيك افكت، تزود لي الكاردياك اوتبوت وكانت بتزود الهارت ريت وبتزود الكوندكشن. لما اقفل الاتينولول، لما اقفل البيتا 1 ريسبتور هيعمل ايه؟ هيقفل لي الانوتروبيك افكت وبالتالي هيقلل لي الكاردياك اوتبوت والنت ريزلت هيقلل لي البلاد بريشر. هل بيستخدم في البريجننسي؟ لا، شخصه ده كان اتعمل كانه كاتيجوري دي
لانه بيعدي البلاسينتال بارير وبيعمل بروبلمز تو ذا بيبي. تمام. طيب انسر بي كابتوبريل. كابتوبريل ده انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز وده كونترا انديكيتد ان بريجننسي شودنت بي يوزد ان بريجننسي. ده ممنوع في الحمل لانه ليه بيعمل كونجنيتال انومنز على البيبي بيعمل له كيدني بروبلمز بيعمل هايبوتنشن للبيبي فبيعمل بروبلمز كتيره فمن الكونترا انديكيشن في البريجننسي هو الكابتوبريل. طيب انسر سي ميثايل لوب. ميثايل لوب ده عباره عن سنترال سيمباثوليتيك دراج كان بيقلل السيمباثيتك السنترال سيمباثيتك اوت فلو وبالتالي بيقلل النور ابينفرين ريليز من النور من النيرف اندنجز. تمام. لما يقلل نور ابينفرين هيقلل لي لو يقلل السمباثيتك اوت فلو هيقلل لي البلاد بريشر. تمام. عايزين نقول ان الميثايل دوبا ده نحطه في دماغنا على طول ده دراج اوف تشويس ان بريجننسي يعني ده اللي بيستخدم في البريجننسي. لقوا ان هو سيف ما بيعملش اي كونجنيتال انومنس على البيبي وبالتالي بيستخدم في البريجننسي. تمام. طيب يبقى لو جالي سؤال ايه هو drug of choice in pregnancy هنقول ميثايل دوبا. ايه الدواء الكونترا انديكيتد هو الكابتوبريل. طيب البرازوسين ده لو نفتكر ده الفا 1 بلوكر بيقفل الالفا 1 ريسبتور. الالفا 1 ريسبتور دي احنا اخدناها قبل كده في الاوتونومي كانت موجوده في البلود فيسل كانت بتعمل فازو كونستريكشن وبالتالي لما اقفل الالفا 1 ريسبتور انا عملت فازو دايليتيشن وقللت البريفرال ريزيستنس وبالتالي قللت الضغط. ولكن لا وجدوا ان البرازوسين ده كاتيجوري سي مش سي ما بيستخدمش في البريجننسي. تمام. بروبرانيلون ده عبارة عن بيتا بلوكر. البيتا بلوكر احنا عارفين ده نون سيلكتيف بيتا بلوكر وبيقفل البيتا 1 ريسبتور والبيتا 2 احنا عارفين البيتا 1 لسه قايلينها اللي هي موجوده في الهارت وكمان البيتا 1 موجوده في الكيدني بتزود الرينال ريليز. طيب انا لما اقفل البيتا 1 اللي موجوده في الهارت هقلل الكاردييك اوتبوت والبيتا 1 اللي موجوده في الكيدني هقلل الرينال ريليز وبالتالي بيقلل الضغط. تمام. طيب البروبرانيلون برضو وجدوا ان هو كاتيجوري سي not used in pregnancy. يبقى الانسر كوريكت انسر ميثايل دوبا is often recommended in pregnant patient because it has a good safety record. answer is C. الميكانيزم اوف اكشن اوف اس انهيبيتورز. اول حاجه انا عندي ان انا عندي مفروض نورمال في جسمي كده ان انا ابقى عارف ان انا لما الرينال بلود فلو بيقل لما بيحصل ديكريز للرينال ارتيريال بريشر بيدي فيدباك كده للكلى انها تطلع الرينال. الرينال لما بيطلع بيعمل تحويل للانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1. طيب الانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2 عن طريق انجيوتنسين كونفرتينج انزيم. طيب الانزيم دوت بيحول لي الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2. طب الانجيوتنسين 2 لما يزيد هيعمل ايه؟ الانجيوتنسين 2 لما يزيد بيزود لي الالدوستيرون فورميشن. الالدوستيرون ده عباره عن هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. يعني ايه؟ هيزود لي الصوديوم ري ابزوربشن هيسحب لي صوديوم في الدم وينزل مكانه بوتاسيوم. يسحب صوديوم في الدم وينزل في اليورين بوتاسيوم مكانه. طيب الصوديوم لما يتسحب في الدم يسحب معاه ميه وبالتالي انا هزود البلود فوليوم وهزود الكاردياك اوتبوت وهزود البلود بريشر. طب في نفس الوقت الانجيوتنسين 2 ده عباره عن فازو كونستريكتور ميدييتور بيزود لي الضغط. تمام. يبقى انا هو رفع الضغط النت ريزلت ان انا رفعت الضغط عن طريق حاجتين ان انا زودت الالتوستيرون فورميشن وفي نفس الوقت الانجيوتنسين 2 ده ليه فازو كونستريكتور ايفكت. طيب انا لما اجي ادي AC inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors هتعمل inhibition للانزيم ده وبالتالي هتقلل تكوين الانجيوتنسين 2 اللي هو vasoconstrictor mediator فيحصل vasodilatation وفي نفس الوقت هيقلل الالدوستيرون. الالدوستيرون هيقلل الصوديوم reabsorption وبالتالي الصوديوم لما يحصلوش reabsorption في الدم هينزل في اليورين فهيزود لي الصوديوم اللي نازل في اليورين وهينزل معاه مية وفي نفس الوقت هيقلل البلود فوليوم. لما يقلل زي ما ذكرنا في السلايد اللي قبل كده ميكانيزم اوف اكشن اوف كابتوبريل. السؤال ده عن الميكانيزم اوف اكشن اوف كابتوبريل بيقول لي which one of the following is the characteristic of كابتوبريل treatment in patient with essential hypertension.
احنا عرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعه. رقم الكويتشن ايه، الاي انسر ايه، بيقول كومبيتيتيفلي بلوك الانجيوتنسين 2 ات اتس ريسبتور. الاجابه دي انكوركت. ليه؟ لان هو مش بيشتغل على الريسبتور، في مجموعه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر بتقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتور عشان الانجيوتنسين 2 ما يشتغلش، تمام؟ لكن المجموعه بتاعه الكابتوبريل اللي هي اي سي انهيبيتورز بتشتغل على الانزيم. طيب انسر بي ديكريز الانجيوتنسين 2 كونسنتريشن ان ذا بلاد، دي رقم بي ده كوريكت انسر. ليه كوريكت انسر؟ لان احنا قلنا بيعمل انهيبيشن للانزيم وبالتالي بيقلل الانجيوتنسين 2 كونسنتريشن ان ذا بلاد. طيب الانسر سي بتقول ديكريز الرينين كونسنتريشن ان ذا بلاد، دي incorrect لان هو مش بيقلل الرينين، بل بالعكس هو لما الانجيوتنسين 2 بيقل بيحصل كومبنساتوري ميكانيزم فيدباك، نيجاتيف فيدباك، يقول ان الانجيوتنسين 2 قل فالرينين كونسنتريشن بيزيد في الدم، تمام؟ يبقى الانسر سي از incorrect. طيب انسر دي بيقول increase the sodium and decrease the potassium in the blood، الانسر دي is incorrect. why؟ ليه؟ لان احنا قلنا هو هيقلل الانجيوتنسين 2 وبالتالي هيقلل الالدستيرون، وبالتالي نتيجة لذلك الصوديوم هينزل في اليورين والبوتاسيوم هو اللي هيزيد في البلد، تمام؟ طيب E decrease the sodium and increase the potassium in the urine it is incorrect. why؟ لان هو بيزود الصوديوم اللي في اليورين ولكن البوتاسيوم بيزوده في الدم، تمام؟ يبقى answer بيقول converting enzyme inhibitors acting on enzyme not on the angiotensin receptor the plasma renin level may increase as a result of compensatory response to reduce the angiotensin 2 AC inhibitors increase the blood potassium and urine sodium. The answer is B. In hypertensive emergency, which of the following diuretic is indicated? لو عين جايلي بإمرجنسي الضغط بتاعه أكتر من 180 على 110 جايلي بالإمرجنسي، إيه نوع الدايريتكس اللي أنا ممكن أستخدمه؟ يعني إيه دايريتكس؟ دايريتكس إحنا قلنا عليها هي مضرات البول، drugs that increase the volume of urine by increasing the water and the solute excretion. دي بتعمل inhibition للترانسبورتر اللي بتعمل reabsorption للصوديوم، وبالتالي بتنزل الصوديوم في اليورين، والصوديوم لما بينزل في اليورين بياخد معاه مية، تمام؟ طيب الأدوية دي مقسمينها ثلاثة كاتيجوري، الهاي افيكاسي دراج وهي فيها اللي هو اللوب دايوريتكس، اللوب دايوريتكس الاكزامبل اللي هي الفلوزامايد اللي هو انسر A، وده هاي افيكاسي لهاي بوتنسي دراج، دواء قوي جدا بيستخدم في الامرجنسي لانه بيستغل رابيد اونست اوف اكشن، بيشتغل على جزء من النفرون اللي هو سيك اسيندنج لوب اوف هينل، بيعمل بلوكينج للترانسبورتر اسمه صوديوم بوتاسيوم كلورايد ترانسبورت اللي هو مفروض بيعمل ري ابزوربشن ل 25% من الصوديوم والبوتاسيوم من الصوديوم ليفل، وبالتالي ده اكتر دواء بيشتغل، ده اكتر دواء بوتنت فيهم فبيستخدم في الامرجنسي، تمام؟ طيب تاني moderately efficacy diuretics اللي هي السايازايد، السايازايد دي بتشتغل على distal port، السايزايد دي بتشتغل على ترانسبورتر اسمه صوديوم كلورايد ترانسبورت، بيعمل ري ابزوربشن ل 10% من الصوديوم، وبالتالي هي ليها moderate efficacy، تمام؟ تالت حاجة بقى، تالت جروب اللي هو low efficacy diuretics، وده بيشمل كذا جروب، منه البوتاسيوم sparing diuretics اللي هو answer B زي الدوستيرون antagonist اللي هو سبيرونولاكتون، السبيرونولاكتون ده drug بيشتغل على بيقفل antagonist، بيقفل الريسبتور بتاع الالدوستيرون، الالدوستيرون اللي انا قلت عليه قبل كده ده عبارة عن هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس بيعمل salt and water retention، انا لما اقفل له الريسبتور هيحصل صوديوم هيحصل له اكسكريشن في اليورين والبوتاسيوم هيزيد في البلد، وعشان كده بيسموها بوتاسيوم ريتينينج او بوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس. بس المشكله
ان الترانسبورت ده بيشتغل على كولكتنج تبيول او ليد بارت اوف ذس الكونفوليوتد تبيول، بيشتغل على 2 ل 5% من نسبه الصوديوم اللي بيحصل لها ري ابزوربشن، وبالتالي هو لو افيكاسي. وفي نفس الوقت السبايرونولاكتون ده عباره عن ستيرويد، عشان يشتغل لازم يخش انترا سيلولار. يبقى answer A correct answer فلوزاميد is more potent most potent diuretic as has rapid onset of action.